يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الهنا. مساءكم إن شاء الله كل بركة وخير وكل حاجة حلوة في الدنيا يا رب. كل واحد أنا تقعد فيه دلوقتي يا رب تكون دعوتي ليه من حظه ونصيبه يا رب كده. ربنا يملي حياتكم كلها سعادة وفرح وراحة بال واطمئنان إن شاء الله. هاخدكم النهاردة فيديو بسيط جميل، هوريكم مشترياتي كانت على دفعتين على مرتين من سوق زين. بحب سوق زين بصراحة، حاجته جميلة قوي ولذيذة كده. فهوريكم مشترياتي، يمكن حد يستفيد من حاجة، يبقى عايز يجيبها يروح يجيبها. تمام. يلا، عايزة لايك ودعوة من قلب أمي ورحمة ومغفرة. وما تنسيش تاخدي الفيديو تعملي مشاركة مع أصحابك، وادخلي كده الصفحة عندي هتلاقي فيديوهات روعة وهتعجبك. طبخات، روتينات لبشرة، روتينات لشعر، تبخير الشعر، حاجات العروسة، هتلاقي حاجات كتير كتير هتستفادي أكيد منها إن شاء الله. بس ما تنسيش اللايك واكتبي التعليق، لأن تعليقاتكم هي اللي أنا عايزاها منكم، بترفع الفيديو. يلا بينا على الفيديو بتاعنا نشوف. طب يا بنات تعالوا دلوقتي اوريكم المشتريات بتاعتي من سوق زين. كنت جايبه معايا مرحلتين، فانا هجمعهم لكم في فيديو واحد. عندكم ديت القطعه دي اكريليك جميله قوي 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 ومتينه يا بنات، متينه. لما تيجي تختاري علب الاكسسوار او علب المكياج او علب الفرش او القطن، اي حاجه حاولي تختاري ده اللي هو الاكريليك المتين التقيل. ليه بقى؟ عمره ما يغير لونه معاكي ولا اي حاجه، فاهماني؟ فدايما لما تيجي تختاري حاولي تختاري بالفكره دي يعني، او كوني حاطه في انتباهك. ده بقى شكله ايه؟ ده شكله كده ادراج، ثلاث ادراج بس ما شاء الله متين. وده زي بوكس كده بيتفتح من فوق، وبوكس يترص فيه حاجات. لما افتحه دلوقتي هوريه لكم. ده سعره يا بنات ب 10950. طيب اخدت كمان علب عاديه، يعني دي بتاعت، يعني انتوا عارفين لازم اخلي الحاجات دي عندي على طول. اخدت ايه تاني؟ اخدت دوت من هناك اهو، سعره 650 جلاسات عشان الكوفي كورنر، لان بحبهم جدا. طالعين نازلين مش عارفه ايه، فبحبهم يفضلوا عندي في الكوفي كورنر. تمام. اخدت دول اللي هما شكل عليهم حبوب القهوه. طيب ماشي، كنت عايزه اجيب بالشكل ده دوت ده، بس ما لقيتش منه، يا خساره كان خالص. فاخدت ده لان كنت محتاجه ضروري دلوقتي، فاخدته. قلت مره ثانيه ما اروح اذا لقيت ابقى اجيب اللي انا عايزاه. تمام. اخدت برضو ديت للشعر، بندقة بتاعت الشعر جميلة قوي، على البيجامات بتبقى شكلها ظريف جدا. دي سعرها 500. طيب اخدت كمان طبعا شوق، لان انا الشوق بعشقه، وقبل كده مليون مرة كلمتكم عنه. ما بروحش مكان الاقي شوق قدامي الا اجيب، حتى لو عندي، يعني انا شو عندي علبتين بس دي ما استغناش عنه. فاخدت علبة اهو، سعرها بدينارين زي ما قلت لكم قبل كده، سعرها 300 ملي بدينارين، سعرها ثابت ترى. اخدت دي كمان علشان الجلاسات في الكوفي كورنر او في المطبخ، واتفر اي مكان هحطها فيه، تتعلق كده في الرف يا بنات، ومن هنا اعلق الايه الجلاسات. كنت عايزه لون اسود بس مفيش، فاخدت ابيض، سعرها بدينار اهي، علق. تمام. تحطيها كده بين الدرف كده، يعني في الكبت كده، وتعلقي عليها. طيب اخدت ايه تاني؟ اخدت ده الصابون المغربي، ده بزيت الارجان، تحفة تحفة تحفة. خدت قبل كده اللي ورتهولكم اللي بزيت الزيتون، عجيب. بس النهارده خدت اللي مع زهرة البرتقال. تمام. بزيت الأرجان وكمان زهرة البرتقال، حلو قوي قوي قوي. لما تغسلي كده جسمك بتبلي مية وتكون جسمك كله سخن، وتحطي عليه الصابون المغربي ده وتسيبيه 10 دقايق بعد كده بالليفه المغربيه، وتفركي بقى وشوفي جسمك هيبقى عامل ازاي. مش بس تفتيح، تبييض وتنظيف وازاله الطبقه اللي هي الخارجيه السمراء، كل حاجه في الحياه. اخدت برضو من كانون بقى عشق، كانون ده بالنسبه لي عشق لا ينتهي. بحب كل حاجتهم، مخدات، فراش، بلانكت، كل حاجه من كانون انا عموما بعشقها. تمام. فاخدت الطقم ده، طقم مفارش للمطبخ، واخدت كمان معاه هو كده كامل فوط وفوطه، ودي كمفرش للمطبخ عشان يعني اقف اعمل عليه اي حاجه، اسند وهكذا. شايفين شكله؟ لحظه اوريكم، شوفوا ده كده مفرش اهو، شايفين شكله؟ خامته ما اقول لكم شيء. بصوا ده التاني، القطعه التانيه دي، القطعه التالته، تلات قطع يا بنات، تلات قطع، سعره بدينارين ومش عارفه اقول تلات دنانير يعني. تمام. اخدت كمان التوكه دي، حباها قوي قبل كده، اخدت من عندهم واحده
اللي هي كانت ملونه كده ابيض، جميله ومريحه، بتلم الشعر. لما بلم شعري بتعملي هنا كده زي ايه، زي كحكه كده مجدوله قوي وجميله جميله. بتحطي الشعر في النص ده، في الفتحه اللي في النص، وتفضلي تبرمي كده تبرمي كده تبرمي كده تبرمي كده، وبعد كده تروحي ضمهم كده، شايفين؟ تقفليها شكل. تمام. التوكه دي حلوه قوي، واخدها من سوق الزين برضو ب بدينار ونص. دي بدينار ونص عشان عليها كهوشوار فاسكي. الساده بدينار. تمام. اخدت تاني، اخدت طبعا مسكات المطبخ، ما ينفعش لازم اختم. اخدت مسكات المطبخ الشكل ده، انا عندي بس شكلها عجبني قوي 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 فاخدتها. بص شكلها سكر يا جماعه، سكر، شكلها جميل جميل جميل. تمام. طقم، هو طقم، فاخدت الطعم ده كمان. ماشي يا بنات، بس دي مشترياتي بسيطة يا بنات. اهي دي اللي احنا شاريناها، بصوا جمالها. شوفي يا بودية، ايه رأيك؟ شريت دي امبارح، فيها كبسة. تمام. تروحوا جايبين بقى ايه الكوبايات دي، تلاقوها كده مستحيل تقعد، حطوا ان شاء الله تحطوا 10 كوبايات ان شاء الله، تعملوا كده بتوفر مساحة، وانصح فيها جدا جدا جدا. جميلة جميلة بنات. بصي تقفلي الطرفه، ما تبقاش خليت مساحه معاكي وكده، تقدري تعملي داير من دور على مطبخك كله كده، تجيبي تكتبي في بتاعت فوط، في بتاعت مش عارفه كوبايه، في بتاعت اطباق، في جميله جميله جميله. هاتوا منهم دول، انصح فيهم بقلب. بس يا بنات هي كده قطعه كبيره. تمام. جميله جدا زي ما انتم شايفين، الاكريليك بتاعها من النوع الفاخر القوي، تحس كده زي كريستال. الادراج بتاعتها اهو، كل درج ودرج اهوت. تمام. شايفينه حجمه اهو عميق، ياخد مثلا هقول لكم ياخد ايه، يعني عشان لو عايزه مثلا تعرفي بالطول اهو. بصي مثلا ده اللي هي دي اهي كده عرضها. تمام. بالطول مش هيدخل بالطول. تمام كده. انا بقى جايبها لي احط مثلا كده الساعة، فاهميني؟ احط مثلا في اي حاجة عايزة اضيفها كده. ده انا هخليه بس كده اهو. تمام. شكله ظريف ولذيذ، ساعات تبقى الحاجه قدام عيني كده. يعني انا هحط فيه الحاجات زي كده، فاهمين قصدي؟ هرص بقى براحتي بعد كده. امي الله يرحمها ما تنسوهاش بالدعاء يا بنات. طيب دي بقى بتتفتح كده اهي، شايفين اهي بتتفتح كده، بتتفتح كده اهي، وتحطي مثلا فيها بقى اللي انت عايزاه، اي حاجه لو انت مش عايزه تبقى متعرضه لبره، يحط فيه مثلا رشه بتاعت الميك اب، تحطي فيه اي يعني حاجه. انا مش عايزه الخبطكم بسرعه، بس انا بوريكم بس كده اهو، شايفين؟ جميل قوي قوي. ديت بقى الصابون المغربي، بصوا من جوه قوي ومتين وتقيل اهو، شوفوا شايفين تقيل. ماشي يا بنات، يلا مش بقى اللايك لايك لايك يا بنات. شكلها كده، هتفرجوا على المانيكين عشان تعرفوا تشوفوها. الفوطه بتاعتها حلوه قوي، فاهمين؟ يعني في انواع كتير من دول، بس تبقى الفوطه بتاعتهم وحشه، لا دي فوطتها جميله جميله جميله، وحتى الوانها حلوه قوي. تمام كده. اهو ده الكابين بتوعها، في على فكره اللي هي بتبقى جايه كده، عارفين هي فوق بعض ضربات كده، ومن هنا في يونكه كبيره، شكلها برضو شيك قوي. تمام. بس شايفين شكلها، وده طولها مش طويله، ده طولها بيكون كده تحت الركبة، ومن ورا نفس الشكل بتاع قدام، مفيش أي حاجة. ده شكلها من ورا بصراحة جميل، والأحلى منه إن الخامة بتاعته حلوة. يعني دول في منهم كتير تمام، ولكن بيبقى وحشين، مش مريحين، فاهمين؟ دول مريحين قوي. ودي اللي هي منشفة الراس عشان المي، وفي نفس الوقت بتخلي الشعر مندي كده وشكله جميل وحلو. بعد ما تفتحيها سيبيها على الاقل نص ساعة ساعة، فاهمة؟ بعد ما تخلصي وتدهني جسمك، تدهني بشرتك، تعملي كوباية شاي، كوباية عصير، اعملي أي حاجة، بعد كده تفتحي ديت، هتلاقي شعرك نازل كده بقى عليكي ايه، مهندل كده وشكله جميل. تمام يا بنات، انا دلوقتي هوريكي حاجاتي من سوق زي مشترياتي، وهقول لكم انا جبت ايه، لان انا عارفه انها هتعجبكم. تمام. سوق زين ده اللي هو بالري. تمام. رغم ان ليا معاه بصمه من فتره، بس بصراحه بحب السوق. اخدت المطرز ده،
في ليه المفارش دي ليه عارفه الدانتين ومش عارفه ايه الاشكال دي. ده فيه اللي هو الروز جولد وفي اللي هو الجولد قوي وفي السيلفر. انا اخدت اللي هو الروز جولد، شايفينه مش عارفه باين ولا لا، مش الذهبي قوي، لا اللي هو ده الروز جولد. خدت منه دوت شكله جميل قوي قوي قوي. تمام. طيب سعره ايه؟ ده سعره اهو 500. تمام. مفاير السفره 500. اخدت ده، اخدت واحد بس لان انا يعني ما بحبش اثبت على مفرش كل شويه اشيل احط وهكذا يعني. اخدت ايه بقى اللي انا اصلا عايزه اوريه لكم؟ اخدت الجدر ده، شايفين ده جدر حراري يا بنات. تمام. 4 لتر، في 3 لتر وفي 2 لتر، في احجام بس انا اخدت الحجم الكبير. تمام اهو ده سعره، اهو سعره 7 دنانير، كان ب 14900، كان عليه خصم ب 7 دنانير. ده هوريه لكم حالا لونه يا بنات، خطير 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 خطير. ده الغطا بتاعه كده، شايفين ده الغطا بتاعه ده عشان البخار، وده الجدر نفسه، وده الجدر نفسه مش عارفه سيراميك ولا ايه بس مو مش اه سامعين كده، مش جرانيت ولا سيراميك، لا ازاز كده بس تقيل، بايركس كده تقيل، ما اعرفش طبقاته ايه بس هو ما شاء الله عليه تقيل جدا. واللي عجبني بقى في ده ان عميق، فاهميني؟ مش كنز، في كنز لو هنستعمله لحاجات تانيه، ولكن انا ده جبته علشان اكلات معينه تتكبس فيه فيكون عميق كده. ماشي يا بنات. اخدت ده، اخدت ايه تاني؟ اول هوريهم على بعضه كده، ده غطوه شايفين شكله؟ شايفين شكله جميل ازاي؟ اهو ده كده شكله. تمام. طيب اخدت ايه تاني؟ اخدت رنات، اخدت دي روحة منها يا بنات تحفه 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 تحفه. دي للشعر، بتنشفي فيها شعرك، بتحطي شعرك كله جوه تمام، وتروحي ماسكه لما 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 عشان يتعسر قوي كده، وبتروحي دي رافعاها كده وعاملاها من هنا اهي، من هنا كده بالديت دي الاستك ده، بتقفلي بيها هنا. تمام. هتخليها على شعرك مثلا قبل ما تنشفي جسمك، قبل ما تدهني جسمك، قبل مثلا ما تظبطي بشرتك، هتفتحيها بقى تلاقي شعرك فيها مجفف وناشف وطري كده. تمام. ده كده طقم كامل، خدت دي مع دي، طقم مع بعضه اهو، الطقم ده على بعضه باربع دنانير، شايفينه من فوق كده لونها مش عارفه الاضاءه هنا وحشه، لحظه بنات ما كنتش مولعه الليت، شايفين لونها؟ لونها ده كده اهو. تمام. مع الجبين كده تمام، من فوق ده كده استك، جميل جميل بصراحه، جميل جميل اهو. ده طوله يعني تحت الركبه بشويه، نص القصبه كده. تمام. دي حلو بعد اسبوع تلبسيه ينشف جسمك، قبل ما تدهني جسمك، قبل ما تعملي بشرتك وهكذا، بعد كده شكله جميل. تمام. طيب اخدت ايه تاني؟ اخدت بنات، اخدت الدباسه دي عشان خاطر ابني كان محتاجها زي ده، واخدت ده، اخدت المنظم دوت والمنظم ده. المنظمات دلوقتي لا غنى عنها في اي حاجه، شايفين؟ خدت المنظمات دوت. انا ان شاء الله لو تتفاعلوا مع الفيديوهات دي هعمل لكم جوله على التسريحه بتاعتي واوريكم ازاي بحب انظمها. تمام. بس اتفاعلوا كتير وانا هوريكم تنظيمي في التسريحه، ما فيش منظم في الدنيا مش موجود عندي. طيب ده كده، ده كده ليه؟ علشان ثواني ثواني هجيب لكم حاجه واجي ثواني.
عشان شوفوا دولت حلوين، بس ده طقم كامل كنت جايباه من ايكيا. تمام، عارفين الاطقم بتاعت ايكيا دول حلوين قوي، بس انا حبيت ده بقى ليه؟ هقول لكم ليه. عشان احط فيه الفرش، يعني انقل فيه الفرش كده، مثلا هنا دي الفرش الكبيره، هنا احط حاجات صغيره، هنا احط حاجات اصغر، وهكذا، فاهميني؟ بدل ما يبقى فيه ضغط على دول كلهم. تمام يا بنات، بس حبيت اوريكم ايه الموقف ده. طيب خلي دول دلوقتي هنا، جبت المنظم ده كمان علشان القطن. المنظم ده حلو قوي قوي قوي، وبرده لا غنى عنه. هاتي منه واحد للتويلت وواحد للتسريحه عندك، ده تحطي فيه بتاعه الاذون، وواحده تحطي فيها القطع اللي هي قطع القطن اللي هي مدوره بتاعه تنظيف البشره، وبالغطا بتاعها كده، وجميله اكريليك، حلوين بصراحه. دول سعرهم ايه؟ دينار و900، سعرهم دينار و900، اي دينار 800 الواحده. تمام يا بنات، بس هي دي كانت كده مشترياتي البسيطه. دي بقى حاجات ثانيه، حاجات جمعيه مخلات ولي. ماشي، يلا لايك 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 اذا بتستفادوا من فيديوهاتي. اتمنى ضغط لايك وتفعلوا جرس التنبيهات، تختاروا كلمه الكل، وما تنسوش دعوه من قلب الام بالرحمه والمغفره. وقبل ما تطلعوا من الفيديو اطلعوا فوق اعملوا اعجاب للصفحه، علشان كل ما انزل فيديو يجي لكم اشعار، وتختاروا كام فيديو من الفيديوهات الموجوده اتفعلوا معاها. باي باي، نتقابل فيديو جديد.